أدانت إدارة معبر سيمالك الرابط بين مناطق شمال وشرق سوريا وإقليم كردستان قرار سلطات الإقليم إغلاق المعبر، مطالبة بضرورة تحييد المعبر عن المواقف السياسية، لأن استمرار إغلاقه يعتبر معاقبة لملايين السكان بالمنطقة. في إطار حملة التنديد بقرار سلطات إقليم كردستان إغلاق معبر سيمالك الحدودي الرابط بين الإقليم ومناطق شمال وشرق سوريا، أدانت إدارة المعبر في بيان رسمي القرار الذي قالت إنه تكرر أكثر من مرة بحجج واهية. بيان إدارة المعبر أكد أن سلطات الإقليم تريد استخدام المعبر كورقة ضغط لفرض سلطتها على المنطقة عبر استغلال حاجة سكانها إلى المعبر، حيث منعت مرور الجرحى ما أدى لفقدان بعضهم لحياتهم، كما تم فرض إجراءات أمنية تعجيزية على من يريد الذهاب. بيان إدارة معبر سيمالكا طالب بضرورة تحييد المعبر عن المسائل والمواقف السياسية والتعامل من الباب الإنساني، مؤكداً أنهم يستخدمون المعبر للحالات الإنسانية فقط، ورافضاً اتهامات سلطات الإقليم باستخدامه لأغراض أخرى. وشدد البيان على ضرورة إعطاء الأولوية للجرحى والمرضى والحالات الإنسانية الأخرى من أجل المرور والمعالجة، مطالباً بالعمل على ترك الممارسات الأمنية التعجيزية بحق أهالي شمال وشرق سوريا الراغبين بالعبور إلى الإقليم والتي لا تخدم سوى أطراف أخرى على حد تعبير البيان. إدارة معبر سيمالكا لفتت إلى أن استمرار إغلاق المعبر من قبل سلطات الإقليم يمثل معاقبة لملايين السكان بمناطق شمال وشرق سوريا، على اعتبار أن المعبر طريق للمنظمات الإنسانية ودخول المواد الأساسية والغذائية. حول هذا الموضوع من دهوك أرحب بخالد جبر، حقوقي ومختص في القانون الدولي. أهلا بك سيد خالد في برنامج حديث اليوم وعلى شاشتها. يعني مش مشكلة أو أزمة معبر سيمالكا ليست المرة الأولى التي يتم فيها إغلاق، مشكلة مؤشرات استمرار أو دلالات إعادة إغلاق هذا المعبر سيد خالد بداية. نعم تحياتي لك وللمشاهدين الكرام. يعني حقيقة أن تداعيات المعبر ينعكس بشكل مباشر على الحالة الإنسانية الموجودة كولا. هذا المعبر في الأساس يستخدم للحالات الإنسانية من الدرجة الأولى، وخاصة مناطق الإدارة الذاتية تعاني اليوم من حصار كبير في المنطقة تماما، علما أن كان هناك يعني بعض المعابر الدولية الذي أغلقت في عام 2014، بقي فقط معبر سيمالكا هو امتداد لجسر إنساني حقيقي في المنطقة، فلذلك قرار أغلاق المعبر ليست في محله الإنساني تماما، بل جاء على تداعيات سياسية. وأيضا كما شاهدنا بيان من قبل إقليم كردستان، طبعا هذا البيان إطلاقا لا يرتقي إلى مستوى تضحيات شعبنا في يعني باشور كردستان. أيضا كل هذه هي اليوم هي فقط تداعيات سياسية، لكنها تنعكس على الحالة الإنسانية وعلى هذا الممر الإنساني الذي بقي المتنفس الوحيد لشعبنا في رجافاية كردستان وباقي مناطق شمال وشرق سوريا. إذن يوم استخدام المعبر يعني لأغراض سياسية، حتى ذكرت حضرتك بأنه البيان أو تبريرات سلطات الإقليم اليوم غير مقبولة أو غير منطقية، كيف ينظر اليوم لاستخدام المعابر خاصة يعني مسألة معبر سيمالكا اللي هو المتنفس الوحيد للمنطقة لأغراض سياسية؟ طبعا يعني وكرأي حقوقي وأيضا باقي المنظمات الحقوقية الذين رأينا آراءهم، لا يجب أن يستخدم يعني المعبر الإنساني وأن يضفي الصيغة السياسية على الحالة الإنسانية تماما. يعني أنا منذ أيام كنت على المعبر وشاهدت كيف أن هذا المعبر هو امتداد إنساني في الحقيقة. أغلبية من يعبرون هذا المعبر هم يعني المرضى ومن لديهم إقامات من أهالي شمال وشرق سوريا في باقي دول العالم تماما، أطلاقا لا يستخدم المعبر لأي أغراض أخرى، فقط هي يعني ربما تكون هناك حالة تجارية موجودة بين باشور كردستان ورجافاية كردستان، وهذه هي أيضا حالة طبيعية جدا، لكن في الأساس المعبر
هو امتداد إنساني فقط، كرأي حقوقي وكرأي أيضا الشعب الكردي لا يجوز أضفاء أي صيغة سياسية على الحالة الإنسانية الموجودة. اليوم مناطق الإدارة الذاتية رجابة كردستان تعاني من حصار حقيقي بكل الاتجاهات. يجب أن يعني كرأي يجب أن يرتقي حكومة إقليم كردستان عن مستوى إغلاق المعبر، وأن يكون هناك يعني بما يخدم القضية الكردية بكل الاتجاهات، لا أن نكون يعني سببا أساسيا في يعني سد الطريق أمام الحالة الإنسانية وعلى الحالة الكردية أيضا. كل هذه هي المتطلبات يتطلب اليوم من حكومة إقليم كردستان القيام بها. طبعا ربما تكون هناك بعض الأمور السياسية، لكن أن تكون هذه الأمور السياسية على حساب الحالة الإنسانية فهذا من غير الواقع ومن غير المنطقي ومن غير القانوني إطلاقا. فلذلك من ناحية أخرى يجب أن تقوم الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بواجباتها الأخلاقية والقانونية تجاه الشعب في مناطق شمال وشرق سوريا، وأن يكون هناك ممرا إنسانيا بعيدا عن الصيغ السياسية بشكلها الكلي. طبعا يعني من الواجب على الأمم المتحدة عندما يكون الشعب في أي حصار ما أن تقوم بإمداد أو فتح جسر سواء كان بري أو جوي لإمداد الحالة الإنسانية ولإمداد المواد والغذاء، وخاصة معبر سيماركا كان يغطي جزءا كبيرا من المواد الغذائية في مناطق شمال وشرق سوريا في ظل الحصار المدقع التي تعاني منه الإدارة الذاتية بشكلها الكلي. فيجب أن تكون هناك دور دولي، دور حقوقي في هذا المجال، ونتمنى من حكومة إقليم كردستان أن ترتقي عن هذا المستوى وأن تبقي على المعبر الإنساني مفتوحا أمام الحركة الإنسانية وأمام الحالات الإنسانية. حضرتك كحقوقي ورجل قانون سيد خالد يعني بالأكيد تتابعون يعني اليوم ما يحدث. الغريب اليوم بأنه ما في أي تنديد اليوم من أي منظمات حقوقية إنسانية، خاصة بأنه يعني تفضلت حضرتك وكما هو معروف بأنه هو الشريان الوحيد يعني أو المتنفس للمنطقة. تماما، دعني أقول هذه المعلومة. منذ ساعات كنت على اتصال أيضا مع السيد رودي أمين إدارة المعابر في شمال وشرق سوريا، وأكد لي بأن المعبر هو مفتوح بشكله الكلي أمام الحالة الإنسانية، ولم يقدموا على أي خطوة في إغلاق الحدود. طبعا بقيت فقط من جهة إقليم كردستان طبعا دور المنظمات الدولية. إلى اليوم هناك صمت دولي حيال هذا الموضوع، يجب أن يكون هناك تحرك حقوقي دولي. طبعا أيضا نقول هذا، لا نريد أي حالة ضرر باتجاه إقليم كردستان، فالشعب الكردي أيضا هناك الشعب ذات محض احترام كبير بالنسبة لمناطق شمال وشرق سوريا، لكن نحن نقول فقط الإبقاء على المعبر الإنساني. الشعب في رجابي كردستان يعاني من الحصار، يعاني من حالة احتلال تركي لأراضي، يعاني من هجمات تركية متتالية، يعاني من تكاتف ما بين النظام السوري والتركي في هذا الاتجاه. فلذلك يعني إغلاق هذا المعبر هو كارثة حقيقية بحد ذاتها، و يجب أن نعلم تبعات إغلاق المعبر وعلى حكومة تقليم. عن التبعات سيد خالد، يعني لو نتحدث عن التبعات، حضرتك ذكرت عوامل عدة يتعرض لها اليوم السكان في المنطقة، منها الاحتلال التركي، التضييق، إغلاق المعابر، حتى يعني الحالة الاقتصادية اليوم أو الاقتصاد يتدهور في سوريا إلى مستويات قياسية، كيف ينعكس ذلك اليوم على سكان المنطقة؟ نعم سيدتي، ما يقارب 50% من المواد الغذائية وحليب الأطفال والمستوى يعني ما يخص المعيشة اليومية هو يكون عبر معبر سيماركا تماما. إضافة إلى ذلك الحالة الإنسانية، مرضى سرطان والأمراض المزمنة والأدوية كلها عن طريق معبر سيماركا، فإن تداعيات إغلاق المعبر ينعكس بشكل مباشر على الحالة الإنسانية الموجودة في شمال وشرق سوريا. الشعب بات يعاني حقيقة، إضافة إلى يعني يعني ما يخص انه الحالة الإنسانية والمنظمات الدولية كلها باتت اليوم صامتة عن ما يجري اليوم على الأرض. الحالة الإنسانية عندما نتحدث عنها فهي تمس يعني المواد الغذائية وحليب الأطفال، وإضافة إلى ذلك الحركة الإنسانية للمنظمات الدولية، كل هذه هي تداعيات خطيرة على حالة حقوق الإنسان تماما بحق شمال وشرق سوريا. فلذلك أنا
أوجه مناشدتي وأناشد المنظمات الحقوقية الدولية للقيام بواجباتها تجاه الشعب في مناطق شمال وشرق سوريا، وكما نناشد التحالف الدولي للقيام أيضا بواجباتها. نعم هناك تحالف مع التحالف الدولي من أجل مكافحة الإرهاب، لكن لا يجب أن يكون على حساب شعبنا. شعبنا اليوم يعاني ما يعاني من نقص المواد الغذائية، باتت اليوم مادة السكر تقريبا مفقودة في مدن شمال وشرق سوريا، وإضافة ستنقطع بعض المواد الأخرى على التوالي. كلها كانت هي عبارة عن حالات إنسانية، حالات غذائية تمر عبر معبر سيمالكا. إغلاق هذا المعبر حتما انعكاس خطير على الحالة الإنسانية للشعب في مناطق شمال وشرق سوريا. في سؤالي الأخير لحضرتك، يعني كل هذا الضغط على المنطقة بالنهاية على السكان، من يستفيد منه برأيك سيد خالد؟ نعم، يعني لن يستفيد منها أحد، لن يكون هناك استفادة لأي طرف، فقط سيكون يعني المتضرر الوحيد الإنسان في مناطق شمال وشرق سوريا. لن يكون هناك استفادة أو اتجاه لأي طرف كان. كون إغلاق هذا المعبر لا يعتبر إنجازا لأي طرف كان، فقط هو يعني ضرر خطير لملف حقوق الإنسان والشعب في مناطق شمال وشرق سوريا بشكلها الأساسي. نتمنى من حكومة إقليم كردستان مراجعة هذا القرار ومنح ما يمكن لزومه لهذا المعبر وإضفاء الصيغة الإنسانية أكثر من الحالة السياسية الموجودة. أشكرك جزيل الشكر على كل ما تفضلت به. من دهوك خالد جبر، حقوقي ومختص في القانون الدولي. مشاهدينا فاصل قصير ونعود لمتابعة ملفات حديث اليوم.